تعالوا نروح لقصة. الحقيقة قصة جميلة جدا جدا، يعني فكرة انه احنا عارفين انه البطل في اي رياضة بيبقى هو داخل عايز يكسب، هو ده هدفه، هو بيتدرب علشان يدخل بطولة علشان يحصل على المركز الاول، وهو ده الحافز الاكبر عنده اللي هو حافز التنافس. طيب اما نلاقي بنوتة بطلة قررت انها تنسحب وانها تخسر راوند في سبيل زميلتها اللي كانت مصابة علشان خاطر نوع من أنواع الدعم النفسي لزميلتها اللي كانت بتقابلها في نفس المباراة. روان أمير بطلة من بطلات مصر في منتخب تايكوندو، الحقيقة هي قررت أنها تخسر جولة ولكن في سبيل أنها تكسب زميلتها اللي كانت منافسة ليها في نفس المباراة. والحقيقة روان قررت أنها تساعد زميلتها اللي كانت عندها إصابة في إحدى المباريات وقررت إنها تديها الدعم النفسي. خسرت جولة ولكن كسبت احترام الجميع. روان أمير معانا على التليفون. صباح الفل عليك يا روان. صباح الخير على مصر كلها. صباحك فل. الأول يا روان أنا عايز أعرف أنت عندك كام سنة وفي أنا عندي كلية؟ 17 سنة. صغننة. دخلت أنت في ثانوية عامة صح؟ لا، تانية ثانوي. تانية ثانوي. يعني الثانوي يعني. أوه. طيب قولي لي يا روان، قرار صعب لبطلة، لأنه في الأول وفي الآخر أنت بتبقي داخلة علشان تاخدي بطولة، فإنك تتنازلي، هي كانت المباراة النهائية صح؟ ايوه، الدور النهائي. طيب ليه قررتي القرار ده؟ صعب على بطل. هو اولا انا كنت نازله من الدور ال16 والحمد لله كسبته، وبعد كده دور الثمانيه قابلت منتخب مصر والحمد لله برضو كسبتها، ودور الاربعه برضو نفس الكلام، واتفاجئت في الدور النهائي ان بنت كانت مصابه وثانويه عامه في نفس الوقت، فقلت انها حق بالدرجات مني طبعا، واتنازلت للماتش وطبعا بمشوره الكابتن والحكام طبعا، ورحت قلت لهم والحمد لله هي كسبت وفرحت طبعا ان انا عملت كده. هي كانت محتاجة الدرجات بتاعة التفوق الدرجات، الرياضي، فأنتي عشان تساعديها عشان بسبب إصابتها ايوه. إنها يا حبيبتي. طيب خدتي القرار في قد إيه؟ يعني أما عرفتي الموضوع إيه اللي خلاكي تاخدي القرار؟ والله قلت ان انا مش مستفادة بحاجة السنة دي، فشفت ان هي حق بالدرجات مني، فقلت للكابتن بتاعي وطبعا قال لي ماشي اعملي كده، وبعد كده رحت للحكام ورحت بلغتها، وهي فرحت جدا وهي ومامتها واتشكروا لي جامد. يا حبيبتي. طب قولي لي يا روان، انت قبل كده مريتي بظروف خليتك مثلا حد ما قدركيش، حد ما ساعدكيش، فانت قررتي تعملي لا العكس بقى، ولا لا انت مثلا بالعكس انت طول الوقت في اماكن فيها تطوع، في انشطه تطوعيه، يعني ايه اللي ولد عندك ده؟ وانا ما حصلش موقف ده قبل كده، بس اللي هو حطيت نفسي مكانها المره دي، يعني قلت يعني ازاي اكون مثلا مش مستفاده بالدرجات واكسبها يعني، وهي احق برضه بالدرجات مني. انتي محافظة ايه يا روان؟ الغربيه. الغربية. اوكي، انتي قلتي جملة حلوة قوي في المداخلة، حطيت نفسي مكانها. ايوه هو ده مهم جدا، انه الانسان يحط نفسه مكان اللي قدامه في اي حاجة ويشوف طبعا. ايه حكمه بقى، هل هو ايوه هيتقبل ده ولا مش هيتقبل ده، على الرغم ان انتي لو كنتي دخلتي وكسبتي كان هيبقى حقك، يعني انتي محدش هيلومك، بس انتي عملتي شيء حلو قوي فاحنا بنحييكي عليه، عشان كده احنا عملنا معاكي المداخله عشان تبقي قدوه للولاد الصغننين، مع انك انت اصلا صغننه، فبحييكي يا روان. وايه البطوله اللي جايه بقى اللي انت داخلاها بقى؟ ان شاء الله بطولة جمهورية بتاعت الاتحاد بقى، بس هي لسه ما اتحددتش. اوكي، دخلتي بطوله عالم قبل كده؟ لا انا دلوقتي بس هوجه رسالة بعدين حضرتك، يعني اتفضلي. انا دلوقتي بوجه رسالة لوزارة الشباب والرياضة. انا حلمي اخش منتخب مصر وامثل بلدي هناك، وحلمي اكون حاجة كبيرة في منتخب مصر، بس انا مش عارفة اوصل. اوكي، احنا دلوقتي طبعا اكيد صوتك وصل لوزاره الشباب والرياضه انك انت اللي هو تبقي بس يلقي نظرة على بطولة الأقاليم بس، مش كل حاجة اللي هو القاهرة واسكندرية، هم على طول بيخشوا منتخب مصر واحنا ملناش حق خالص ان احنا نخش منتخب مصر. طبعا صوتك وصل لوزاره الشباب والرياضه. احنا عارفين، بشكرك يا روان امير بطله التايكوندو، احنا عارفين انه مصر مليانه ابطال في كل محافظات مصر، ودايما احنا بنبقى حريصين انه احنا نسلط الضوء على الابطال من كل محافظات مصر. والحقيقه انه في توجه من القياده السياسيه في هذا الوقت
يعني تحديدا من رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأبطال اللي موجودين في الأقاليم وتسليط الضوء عليهم. فأكيد إحنا دلوقتي وزارة الشباب والرياضة سمعت هذه المناشدة، فطبعا نتمنى إنه نشوف إيه القصة ونشوف إيه الموضوع ونساعد أكيد روان على المشاركة في منتخب الوطني لمصر لبطولة التايكوندو.